من كلام الباقلاني أن الشاعر أو الكاتب إذا دخل باب القصص أو دخل باب الأخبار صار كلامه كلاما لا بلاغة فيه ولا روعة فيه. فرق شاسع بين الشاعر وهو يحدثك عن صبواته وبين الشاعر إذا ذكر لك قصة أو حدثك عن خبر. فذكر القصص والأخبار مما يتهافت عندها الكلام، أما القرآن فكل فقصصه كأخباره كبيانه كحلاله كحرامه في كل ما تناول من معاني مستوى عالي لما يهبط منه شيء في الكلام.